وحرصا منا على حفظ حقوق المواطنين العاملين بهذه الشركة إصوة بقطاعات الدولة، وبالرغم مما يعانيه العاملون من مخاطر صحية وأمنية وتعرضهم لمواد خطرة، وبالرغم من استجاباتهم لنداء الوطن وخدمة للمواطن في أوقات الذروة وهطول الأمطار والتغاضي عن مصالحهم الشخصية بعد ساعات الدوام الرسمية. وهنا نتعجب ونستنكر عدم الالتفات إلى هذه الشريحة بعدم العمل بجدول توحيد مرتبات الموظفين إصوة بالقطاعات الأخرى وعدم إدراجهم بالجدول الموحد للمرتبات. هذا نأمل منكم إدراج الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بجدول المرتبات الموحدة، وننوه لسيادتكم بأن مشروعكم بعدم إصلاح الحياة المعيشية للمواطنين الليبيين إلى لن يكتمل طالما أن هناك فئة من الليبيين لم يشملها هذا المشروع. حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعاناة اللي يعانوا فيها الموظفين من عدم توفير احتياجاتهم والسيولة وتوحيد المرتبات زي بقية القطاعات، ويعتبر من القطاع المهم والحيوي اللي محتاج لكل بيت اللي في الشارع لأي مكان يكون. حتى في المشاكل المياه الأمطار نعانوا منها، كلها معتمدة على الشركة فقط في حل مختلفات مياه الأمطار، في مياه الشرب، المياه الصرف الصحي، هذا كله نعانوا منه. ونعمل من رئيس الوحدة الحكومة الوطنية أنه ينظر نظرة جادة للشركة المياه والصرف الصحي.